English is easy from SoundCube channel هدى كربوج. إليكم الإنجليزية بسهولة من قناة SoundCube هدى كربوج. نتعلم اليوم هذه الكلمات السلسة المفيدة وإليكم أولها aim at يهدف إلى. aim at يهدف إلى. believe in believe in يؤمن بي. believe in يؤمن بي. related to وتعني مرتبط بي. related to مرتبط بي أو مرتبط بشيء. satisfied with راضي عن. satisfied with راضي عن. similar to similar to وتعني مشابه لي أو مشابه لشيء ما وتقول هذا الشيء. cure of يعالج من. cure for يعالج أو علاج لي لشيء. depend on يعتمد على وتستطيع قولها depend upon يعتمد على. consist of وتعني يتكون من. consist of وتعني يتكون من. divide into يقسم إلى. divide by يقسم على. get rid of يتخلص من. get rid of يتخلص من. get rid of يتخلص من. jealous of jealous of وتعني غيور من. jealous of وتعني غيور من. married to متزوج من. good to طيب مع. guilty of مذنب بي. proud of فخور بي. success in وتعني ينجح في. succeed in وتعني ينجح في. sure of sure of وتعني متأكد من. surprised at surprised at وتعني مندهش من. translate into وتعني يترجم إلى. instead of بدلا من. instead of بدلا من. capable of capable of وتعني قادر على. أرجو أن تكونوا قد استفدتم بهذه الرحلة السمعية من قناة SoundCube هدى كربوج. إليكم هذه الكلمات وتمعنوا بها، فهي مفيدة جدا واستخدامها اليومي أو الروتيني سيجعلك تتعلم الإنجليزية بسهولة. English is easy from SoundCube channel هدى كربوج. Hope you enjoy our journey. Share, subscribe and like.